ورينا هتعمل ايه يا وزير يا سابق. انت وامثالك كسبتي اشرف منكم، انت وامثالك اللي بعتوا الوطن. فاهم ولا لا؟ فاهم ولا لا؟ ارجوك يا بكري تعالى معايا برا شويه. احنا الوطنيين، احنا الشرفاء. بكري لما خرجتش دلوقتي حالا خدامك السكيورتي تخطفك برا. سكيورتي ليه؟ هو انا عملت حاجه؟ يا اخي مش انت اخدت اللي انت عاوزه؟ خلي عندك شويه دم. سبها الست المسكينه اللي عمرها ما اذتك. عمرها ما اذتني؟ خلي حد غيرك يقول الكلام ده، ده انت حاضره الفيلم من اوله. لا انت كنت جاي وناوي على الفضايح بقى. لا اقسم بالله العظيم ابدا، مش احب اقول لجوزها عن نديم كمال والكلام الفارغ ده. لا 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 لا، بس اتقال وخلاص. انت قلت له ايه؟ بص انا مش عاوزه اعرف، ارجوك يا بكري امشي دلوقتي. خلاص أنا ماشي، بس صدقيني ما كنتش أحب اللي حصل يحصل. أنا ماشي يا سميرة. باشا اتفضل اتفضل. يلا قول بقى ما تخبيش وردي ردي ما رضيش مرضي. يلا سلام يا شباب. سلام يا شباب رجال الداخلية. الله يبارك اللي انتم. مازال عسل. الموبايل المفاتيح. حفظ خلاص. مش ممكن الراجل ده اللي يشوفه هو فاشخ بابه كده وبياخد كل حاجه بالحب ما يصدقش انه لسه خارج من خناقه بنت كلب. انت عارف لولا ان هما منعين دخول اي مصور صحفي جوه الفندق لكان يبقى حديث المدينه. كوارث. ومين قال لك انه مش هيبقى حديث المدينه؟ طب لعلمك بقى اول واحد هيسيح لنفسه هو بكر الشربيني نفسه. تصدق بالله انت راجل لا عندك لا حس بوليسي ولا بتفهم ولا راجل هجاص كمان. بكر الشربيني هيسيح لنفسه؟ اه طبعا، بس هو مش هيقول بقى انه خرج افاي امر عيش من الفرح. ده هيقول لك انه تعرض لاعتداء من احد رموز الفساد في المجتمع وانه لن يصمت على هذا. وبعدين تلاقيه بقى بكره الصبح رافع لك قضيه في المحكمه ويطلع بقى في قناه الجزيره يقعد يهلل ويفضح الدنيا. ده غير جزيره البدران. مش نايل ده، انا واحد من العيال اللي فوق بيقول لي ان الكلام اللي قاله ليونس الغولي يودي في 60 داهيه. لبخ جامد يعني ما سابش حد خالص. بص يا تنجي والله انت غلبان وهرالي. ليه؟ انت فكرك الراجل ده يعني زعل عشان الكلام ده؟ لا ده زعل عشان خرج من السجن، اتحرم من الوجبه. انت هتهزر؟ ايوه يا ابني، انت فاهم اللي زي ده بيودوه يقطع حجاره في الجبل؟ ده يا ابني بيتسجن مع رجال الاعمال الهبيره اللي هو سجن ابو سبع نجوم دوت. وعدنا يا رب. ربنا يوعدك. ده تلاقي بقى عندهم ايه؟ الاكل يجي لهم دليفري، عندهم دش ومش بعيد وصله نت. الغريب انك لما تسمع كلام الراجل ده تقتنع بيه وتحس انه فعلا قلبه على البلد والشعب، انما لما تسمع الكلام اللي بيقولوه عليه تقول يغور ويغور اللي يجي من وشه. انا مش فاهم الراجل ده كويس ولا وحش ولا ايه. شوف يا راجل يا طيب، مفيش حد في البلد كويس غيرنا احنا. صح ده احنا والله العظيم. شوف والله العظيم غلابة لينا الجنه عشان شايفين كل ده ومستحملين. اسكت اسكت. انا مش عارف اخرتها ايه في الفرح اللي ما يعلم بيه الا ربنا. ده لحد دلوقتي فضحتين بجلاجل، تفتكروا هتوقف لحد كده؟ يا عم عمك جحا قال لك ايه؟ يا دي جحا. ايوه ما دام الفضايح جوه القاعه وما خرجتش وجت رجلنا فيها يبقى مالناش دعوه. فاضل ثلاث ساعات على النبطشيه وتخلص. ادعوا ربنا انها تخلص على خير. ملعون ابوهم كلهم. جحا جه الفرح. الست نايمه. يا لهوي. ممكن تيجي معايا بره شويه؟ ها؟ انت مين؟ أنا سميرة طلعت، صديقة عمر الصافي ومديرة أعمالها، ومن أشد المعجبين بحضرتك وتاريخك الوطني.
شفتي الخاين الجاسوس ما قدرش يواجهني ازاي؟ ها؟ انا وقفته عند حد وان خير ما عملت يا فندم. على فكره ده بني ادم حقير، صدق حضرتك انه جاي من غير ما حد اصلا يعزمه؟ ما بعرف حقير ويعملها. بس انا كمان مستحيل اصدق انك تعزمه بني ادم زي ده. انتوا ناس بتحبوا مصر ولا يمكن تسيئي لها بانكم تعزموا حشره زي ده. حضرتك الانفعال مش كويس عشان صحه حضرتك، يعني مش معقول حشره زي ده اللي يخليك تنفعل بالشكل ده، ما صحش. عندك حق، انا كان لازم امسك اعصابي لكن ما قدرتش، استفزني ببرود الحقير. بقولك ايه، مش الجو مكتوم شويه هنا في القاع؟ ايه راي سعادتك نخرج برا شويه، شويه هوا. ها؟ اه عندك حق، القاع هنا تخنق، بس انا خايف اخد لطش البرد. ما تقلقش حضرتك انا معاك، صحتك غاليه عليا قوي. يلا بينا. من فضلك. اتفضلي يا فندم. كنت عايزه اسالك سؤال. قوي قوي، اتفضلي يا فندم. كنت عايزه اسالك عن زميلتك اللي حصل لها الموقف البايخ جوه. اه فاطمه. ايوه هي اسمها فاطمه ايه؟ مش عارف والله، اصل انا جديد. طب ما تعرفش الاقيها فين دلوقتي؟ ما اعرفش، بس حضرتك بتسالي ليه؟ كنت عايزه اطمن عليها. هما بيقولوا ان هما بيحققوا معاها تحت. تحت ليه؟ هو في ايه تحت؟ اصل المبنى الاداري اللي عندنا تحت ده. الله، هو حضرتك تعرفي فاطمه؟ اصل انا شفت اللي حصل لها وصعبت عليا قوي. اه حظها وحش قوي يا عيني. انت ما تعرفش اروح لها ازاي؟ مش عارف، بس ثانيه واحده اسالك المستر. يا مستر ياسين، دقيقه واحده معلش. الاستاذه عايزه تشوف فاطمه مين؟ فاطمه ليه؟ الله، لا لا ما تقولي لحضرتك فاطمه مين. مين حضرتك؟ هو انتوا وصلتوا لايه في التحقيق مع البنت اللي تعرضت للاعتداء اللي شفناه كلنا جوه؟ انت هتفضل واقف كده ولا ايه؟ هتفضل شوف شغلك. اوكي يا فندم. حضرتك مين؟ أنا رئيسة قسم الحوادث في جورنال الأمل. آه، وحضرتك معزومة هنا؟ أيوة طبعاً، وصاحبة العروسة كمان. اطمن، أنا مش بسأل عشان عايزة أنشر حاجة، أنا بس عايزة أطمن على البنت. البنت زي الفل. أعصابها بس كانت تعبانة وروحناها تستريح، سوء تفاهم وخلص. أهلاً وسهلاً، أستأذنك شوف شغلي؟ بعد إذن حضرتك. اتفضل. ما تصدقهوش، ده ابن كلب كداب. فاطمه ما روحتش. فاطمه لسه محجوزه تحت في مكاتب الاداره، والله اعلم هم عملوا فيها ايه. كل ده ليه؟ علشان دفعت عن نفسها؟ هم ليه بيعملوا معانا كده؟ فاكريننا بهايم ما بنحسش؟ ارجوك يا استاذه خليكي جنبها، دي غلبانه وملهاش حد. ما تخافيش انت، بس قولي المكاتب دي يترح لها ازاي. انا هوصل حضرتك لحد السلام. بس خدي بالك هما مش هيخلوا حضرتك تدخلي. خلاص ما تخافيش يا حبيبتي، متشكره قوي. اتفضل. اتفضل يا فندم. هي فين الاستاذ الصحفي اللي انت بتقول عليها دي؟ كانت لسه هنا حالا، هي راحت فين؟ مش مهم، انا هخلي الاستاذ سميره هي تتصرف معاها بطريقتها. قولي عملتوا ايه بقى على البنت الويترس؟ يا فندم دي بتستعبط، طالبه طلبات غريبه قوي. مش مهم، اتصرفوا وخلصونا. مش معقول مشكلة تافهة زي دي مش عارفين تحلوها. أنا هروح أشوف موضوع الصحفية دي وبعدين هبقى أجي معاك أوريها العين الحمراء.
سي با بوسيبل. اغرب ايفنت شفته في حياتي. العين الحمراء دي طلعت ارجل مني ومنك. بلعونا ابو ده زمن. ما تعرفش سيادتك ايه عليك في نظرك هدي لما عرفت ان عليك اكسام. انا طول عمري اقول ان حسن باشا ده راجل مننا وحامل همنا والله. خلاص يا فارس خلاص، اطلع يا سيدي في وسط العماره وبشر السكان ان العميد حسن عليه اقساط واحتمال يتحبس كمان. حد يستاجر يمد ايده على سيادتك؟ طب ده انا كنت اقطعها له. طب ده الواد بتاع شركه اللاكتوكات ده امسكته هنا ومرمطه بكرامه اهل الارض وقلت له ايه؟ كانك اتجننت ولا ايه؟ كان حسن باشا يعني بيتهرب منك؟ لا ده تلاقيهم بس في الوزاره يعني متاخرين عليه في صرف الحوار يا ابني، يعني لغايه بعد العيد يعني. ده الراجل عمره ما تاخر علينا في اي حاجه واضحه. شهريتي بيدهاني، المصاريف بيدهاني، حتى فلوس الزباله بيدهاني. الا بالمناسبه يا باشا فلوس النور السلم وصلت، تحب سيادتك تدفعها ولا خلص انا وبعدين نتحاسب؟ لا خلص انت وجمع كله وتحت امرك يا عم فارس. ماشي. المهم الصبح لو سمحت هات لي بس السباك. ثانية واحدة. مظبوط. ايوه يا استاذة. ايوه يا حسن باشا. أنا آسفة إني بكلمك في وقت متأخر كده. لا مفيش مفيش مشاكل. أنا مش عارف أسمعك خالص، تكلمني منين؟ اصلا انا فرح واحده صاحبتي صافي سليم. ايه ده انت عارفها؟ ايوه عارفها من زمان. اصله حصلت حادثه غريبه النهارده في الفرح وكنت لا لا مش حادثه بالمعنى، لا ما انا جايه لك في الكلام اهو. لا لا انا هحكي لك، انا متاكده انك مش هترضى بالظلم اللي هحكي لك عنه. في بنت ويترس كانت بتلف على الترابيزات، وانت عارف طبعا الوزير يونس الغول. محتاج إذنها؟ يعني طيب وصاحبتها قالت لك بيعملوا ايه معاها بالظبط؟ بيضربوها ده ايه الكلام الفارغ ده؟ طب انا جاي لك حالا. لا لا ما تقلقيش، انا فاهم ان انت موقفك حساس. مفيش حاجه، انا هخش على طول على المكاتب الاداريه وهقول لهم ان انا جالي بلاغ من مجهول. لا انت ما تعمليش اي حاجه، ارجعي تاني انت على الفرح اتصرفي عادي خالص. انا اذا عوزتك هتصل بيكي. ماشي مع السلامة مع السلامة مع السلامة. ايوه فارس في حاجة فاتتك من المكالمة تحب؟ اصل الواد بتاع التكلوكات جاي. خلاص 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 دلوقتي، كنت اقول لك ايه انا؟ السباك الصبح. انت دلوقتي هتطلع الشنطة عشان اروح مشوار الصبح، عايزك تجيب لي السباك يشوف الخلاط بتاع الحمام، وخد يا سيدي نور السلم وخلي الباقي علشانك. شكرا. عبد الباشا اوعى ساعتك تكون بتديني الفلوس ديت يعني عشان اكفل خشمي. عيب يا باشا، سرك كبير والله، ده انت طلعت معباي زينا يعني. الله يكون في عونك يا باشا، ربنا يفك زنجتك يا حسن باشا، ربنا يكفيك الاقساط وشر الاقساط. فارس يعني. خلاص يا حبيبي، هو انت لازم تفضحني حتى وانت بتدعي لي؟ خلاص خلاص يا باشا، ربنا يكفيك شر الاقساط. فارس وبعدين؟ ماشي يا باشا. والله العظيم لو كنت عارف ان اشوف الكلب ده هنا انا ما كنتش جيت الفرح خالص. انا صحيح الراجل بتاع واجب ولا يمكن تفوتني اي مناسبه سعيده او حزينه، لكن مش لدرجه ان اشوف حقير زي ده. وحضرتك بقى تعرف صافي من امتى؟ صافي؟ انا عمري ما شفتها يا بنتي. انا متابع اخبارها في الجرايد وفي قعدات النميمه بنسمع عن حكاياتها، خصوصا حكاياتها مع نديم كمال. انا صعبت عليا لما وقعت معاه، انا اصلا عارفه ده راجل مؤذي ووسخ وما كانش لازم تتورط معاه. أنا يا بنتي الحقيقة أنا كنت عايز أعترف لك بحاجة. أصل أنا استريحت لك خالص،
وضميري كان مأنبني. الحقيقة أنا جيت الفرح من غير ما أكون معزوم. ما أنا عارفة يا فندم. عارفة؟ بجد؟ وزعلت من نفسي جدا إن نسيت اسم حضرتك في قوائم الدعوات. أنا آسفة. لا لا يا بنتي. أنتِ معذورة. هي بلدنا كده. البعيد عن العين عن الكرسي. بعيد عن قوائم الدعوات. يا خبر، ليه حضرتك بس بتقول كده؟ ده انت سعادتك شرفتنا النهارده. حد برضو يقدر ينسى تاريخك الوطني وامجادك الفظيعه للبلد؟ يا ما ناس كتير نسيت يا بنتي. ربنا ما يحكم عليكي وتجربي احساس نكران الجميل والجحود لما تشوفي الناس اللي ياما خدمتيهم واستفادوا منك وعملوا ثروات، هم نفسهم الناس دي اللي بيتهربوا منك لما تطلبي مواعيد معاهم أو ما يردوش حتى يردوا على تليفوناتك ورسائلك، وكل ده عشان سبت الكرسي. ولما تيجي سيرتك في قاعدة محدش يفتكر لك غير الوحش، وحتى الناس اللي كانت بتنافقك وتلحس الأرض اللي كنت بتمشي عليها، الناس دي كلها فجأة يخشوا في دور المصلح الاجتماعي وتبدأ تتكلم عن أخطائك وعيوبك بس. حتى أولادك وأهل بيتك وقرايبك اللي كل الناس كانت بتعاملهم أحسن معاملة، بعد ما تسيب الوزارة فجأة يبان الوش التاني ويعاملوك كما لو انهم جربة. عن اذنك لازم ارد. ايوه ده كروري. ايه؟ ضابط بوليس؟ وده عاوز ايه ده كمان؟ ايوه ضابط، وبيقول انه جاله بلاغ من مجهول إن في واحدة من الويترس تم الاعتداء عليها في الفرح، وبيقول كمان إنها محتجزة بطريقة غير شرعي. مش عارف، مصمم يخش ويفتش. يا أستاذتي العزيزة، ده بوليس، مين اللي هيعرف يقول له لأ؟ مش عارف، هم حالياً بيحاولوا يعطلوا شوية لغاية ما يحلوا المشكلة معاها جوه. والله مش عارف، أصلهم كانوا رف معاها شوية في الأول. احتياطي خلي صافي تتدخل عشان تلم سكاندال قبل ما يزيد أكتر من كده. مش عارف والله، يمكن الموضوع كان مترتب فعلا، أصل الضابط جاي معاه كل التفاصيل حتى اسم البنت وكل تفاصيل الموضوع. مش عارف جاب كل التفاصيل دي منين. لأ، على كل، لو في أي حاجة جديدة هتصل بيكي تاني. وانت متأكد ان ده اللي قاعد على ترابيزتها؟ ولو انا متأكدة ان هي مبلغة، انا عارفة دماغها السم كويس. لا مش مترتبة، انا متأكدة انه مد ايده على البنت، حالته صعبة جدا. لا لازم اقول لصافي، هي هتعرف تتصرف. انا نازلة حالا. دكروري طمني، قدرتوا تطلعوا عملتوا ايه مع البنت؟ اوكي سلام. في ايه يا بنتي؟ مالك؟ شكلك مش عاجبني كده. اوعى يكون الراجل الجاسوسي الكلب ده رجع الفرح تاني. يرجع ده ايه؟ ازاي؟ ده طرد شر طرده. انا بس هستأذن حضرتك نص ساعة حتى مع البوفيه واطلع لك تاني. خليك وخد راحتك. ايوه بس يا بنتي، انا كنت عايزة انزل معاكي، كنت عايزة اتأسف لصافي وعارسها على اللي حصل مني. كان لازم امسك نفسي برضو. لا خليك مرتاح، خليك، دي صافي بالعكس دي هي اللي هتشكرك. كفاية انا خلصتها من المتطفل ده. خليك مرتاح، انا مش هجيبه عليك ابدا.
حانت عجباك. انت بس تخيل ان يونس الغولي يوم حاضر سيرفيس البامي على باكر شربيني وباكر شربيني مش عارف يعمل له ايه، يوم خاطف لقطة الخروف وجري وراه زي الشوبه كده يعني عشان يخبطوا فيها. يا عزيز انت مش معقول، معقول انت مش شايف مسخرة الموسم السياسي اللي دي تفضل مكشر بالطريقه دي؟ انا مش فاهمك. مش ممكن يا فريد، انت غريب جدا يا اخي، ولا على بالك الورطه اللي انا اتورطت فيها دي؟ اي ورطه بس يا عزيز، هو ده اللي تهزقت؟ ده باكر الشربيني يا عمي. الورطه اللي حصلت دي برضو هتطرطش عليا. بكره الصبح هتلاقي في كل جرايد المعارضه اسمي بالبنط العريض في كل جرانين. فضيحه الموسم، معركه بالشلاليت بين باكر الشربيني ويونس الغول في حضور الوزير عزيز الجبالي. شكلي هيبقى ايه بس قدام القياده السياسيه؟ شكلي هيبقى ايه؟ وانت عارف ان البلد دلوقتي على باب تغيير وزاري، والمتربصين ليا ما هيصدقوا يلاقوا حاجه زي دي، وهيضربوني تحت الحزام طبعا. لا يا راجل، طب تصدق بقى انا عايز اقول لك حاجه، هم لو شالوك بسبب الحكايه دي انت لازم فورا تدور على بكر الشربيني ويونس الغول ده وتبوسهم الاثنين من بقهم عشان خلصوك من ورطه كبيره جدا. مش دي الوزاره اللي كل شيء يوم التاني عمال تقول لي بشكلها مش عارف ايه مسؤولياتها؟ ولا ده كلام كنت بتخزي بيه العين يعني ولا ايه؟ يا فاروق يا فاروق، كل ده منك، قعدت تزن عليا عشان اجي واديني جيت، ويا ريتني ما جيت. زي ما ده كلام يا عزيز، يعني صافي سليم تقصدك عشان تشرفها في فرحها وتخذلها؟ ده حتى مش جدعانه، ده سيد افضل الست عليك وعلي انا كمان، ما تزعلش يا سيدي. بص انا لازم اقوم. لا 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 لا، انت لو عملت كده ده اكبر غلط، انت لو مشيت دلوقتي هتلفت الانتباه اكتر. بص احنا هنستنى، هم مسيروا ما يفتحوا البوفيه هناكل وهنطير زي زمان يعني. ما حدش عارف يهزر معاك بعد كده ولا ايه يا عزيز؟ يا فاروق وطي صوتك، كنت بتهزر. كل اللي حصل ده منك، مفيش من ده فيك ابدا، مش هتتغير ابدا، مش هتتغير ابدا. مش قادر، مش قادر. امسك نفسك يا فاروق شويه، ما يصحش، ده انت عامل طريقة الوزير يا اخي. يوه يا فاروق بجد همشي. سيادتك عارف ان التفتيش ده غير قانوني ومحتاج اذن من النيابه، واحنا سمحنا بيه عشان نثبت لك حسن النيه وناكد لك ان البلاغ اللي اتقدم لك ده بلاغ كيدي ملوش اي اساس من الصحه. يا باشا اعتبره تفتيش وقائي، احنا بس نتاكد من صحه البلاغ. وبعدين حضرتك ما سمعتش عن قانون الطوارئ ولا ايه؟ الكلام ده يا باشا لو اتقدم لك بلاغ رسمي عن عمل ارهابي لا سمح الله. اخوانا انتوا مكبرين الحكايه ليه؟ الموضوع بسيط، هتقول للموظفه اللي اسمها فاطمه عشان اتاكد بنفسي هي محتجزه ولا لا. محتجزه؟ البنت خلصت الشيفت بتاعها وروحت. تمام، يبقى بعد اذنك اتصل لي بيها. ايه مش معقول ما عندهاش موبايل؟ اكيد انتوا بتدفعوا كويس للموظفين بتوعكم، ولا ما عندكوش نمره موبايلها، ولا اتصلتوا بيها وطلع موبايلها مقفول؟ صافي الموضوع وصل للبوليس، في ظابط برا جاي يحقق، انا متاكده ان ده اللي ورا الموضوع ده على فكره. خير في ايه تاني؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه خالص. بقول لك ايه، يعني هيكلمني عزيز بيه برضو، يعني الوزير يقدر يعمل حاجه. طبعا انت شفت اللي حصل، أنا عايزك تتصرف. أنا آسف جدا يا صافي، مش هقدر أتدخل في تفاصيل زي دي، وبعدين طالما إن في بلاغ اتقدم خلاص أنا فعلا مش عارف أتصرف. وبعدين ما تنسيش إن الفترة دي حساسة جدا بالنسبة لي، وطالما الحكاية حصلت هنا في الأوتيل، في الأوتيل هو اللي يتصرف ويحلها. يا معالي الوزير، علي الوزير، انا سايبه الكوشه وجايه لك لغايه الترابيزه عشان اطلب منك الخدمه دي. وعلى فكره الخدمه دي مش بس عشاني، دي عشانك انت كمان، وانت اللي لسه قايل بعظمه لسانك ان موقفك حساس والفتره دي بالنسبه لك حساسه جدا. يعني ما ينفعش نسيب شويه هوايه يفضحونا في الجرايد والمجلات، ده غير بقى الناس اللي بيكرهوني واللي بيكرهوك اكتر يا معالي الوزير، وانت عارفهم، وعلى راسهم نديم كمال اللي انت عارفه ومتاكد ان هو سبب في المهزله دي كلها. صافي سيادة الوزير ما يقدرش يتدخل فعلا لان موقفه حساس، سيبيلي انت الموضوع وانا هتصرف. سميرة، ايه المسخرة اللي بتحصل دي؟
لا ابدا والله يا دكتور صفي مش قصدها حاجه، هي بس مش عاوز تقلقك. والله الله يطمنك. اصل بصراحه في مشكله، في حد قدم بلاغ كادي في موضوع يونس بي والبنت الويترس، وفي ضابط بوليس جاي يحقق في الموضوع، وصفي يعني مش عاوز الموضوع يكبر، ولو وصل للميديا هتبقى فضيحه. ربنا يستر. ماشي بجد يا فاروق؟ اه ما انا هكلم الاسمون ماشي الموضوع كده، حتى مش هتوصل لمحضر يعني، بس الناس بص علينا وممكن تفتكر ان انتي ست شريف عشان تتجوزي عزيز. فاروق لم نفسك ما يسعش كده. انت دمكوا تقل الاثنين يا اخي. مين الاستاذ فاروق ده اللي معاك؟ فاروق بيه ده من اعز اصدقائنا على فكره، حد جدع 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 وجنتلمان حقيقي، لما تعرفه كويس هتحبه خالص، يعني بتعامل معانا كانه اخ كبير. تعالي معايا تعالي. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Angie, أنا قلت للأستاذة ده اللي محدش هيساعدنا من بتوع الهاوس كيبنج غيرك، أنا عارفة معزة فاطمة عندك. بصي سعادتك، هي فاطمة أختي وحبيبتي صحيح، بس دي مسؤولية وأنا ممكن أتضرر فيها وساعتها فاطمة مش هتنفعني. صدقيني الموضوع مش هياخد ثواني، مجرد شك وعايزة أتأكد منه، ده حتى الأوضتين في دور واحد. وبعدين ما تخافيش محدش هياخد باله، كلهم ملهيين مع الضابط اللي بيحقق تحت. إيه؟ قلت إيه يا أنجيل؟ أنا عارفة إنك جدعة وبتحبي فاطمة وما رضيكيش إنها تتضرر، وبعدين لو لا قدر الله حصل أي حاجة أنا مش هتخلى عنك. يلا بقى. الأمر لله، الله يخرب بيت الصحوبية واللي بيجيلنا من وراه، اتفضلوا. إيه يا ست فاطمة؟ هتفضلي تفلي العقد كم مرة؟ إيه؟ هنضحك عليكي ولا إيه؟ لا العفو. وهو انت وش ذلك يا انسه؟ القعد واضح وفيه كل الشروط اللي انت طلبتيها، وماضي عليه مدير الفندق ومختوم بخدم الفندق كمان، مطلوب مننا ايه تاني؟ اصلا انا عارفه الصيغات بتاعه المحامين دي، ممكن الاقي نفسي لابسه مصيبه. الله يلعن الفرجه على افلام العرب، لا حسد دماغ الناس. يا ستي احنا لو عايزين نضحك عليكي هنكتب لك كل اللي انت عايزاه في ورقه رسمي. وده اللي قالي اللي صح، هو ايه اللي خلاكوا تغيروا رايكم وتوافقوا على طلباتي؟ لا دي باين عليها فاضيه، خد العقد وخليها تخبط راسها في الحيط. امضي فين؟ هنا.
ايه؟ زغزغه ايه وشنا؟ مش عارفين النور. ايه ده، انت رايحه فين؟ رايحه الشيفت بتاعي. انت قلت لي عندك ربع ساعه وبقى لنا ساعه ما فيش اي تطور بيولوجي. هو ايه اللي ربع ساعه ونص ساعه وانت ماسكه لي التايمر؟ في ايه؟ وبعدين قلت لك هديك الفلوس دبل. ما هو التوتر اللي انت عاملاه لي ده هو اللي مبوظني من جوه اساسا. بقول لك ايه؟ ارجعي عشان خاطري وحياه الاخوه اللي بينا، لا ترجعي وكل حاجه هتبقى تمام. تعالي بس. اما نشوف. كل حاجه هتبقى زي الفل. ايه ده، انت لقيتي دوا الصداع بتاعي؟ كويس انك لقيتيه. النبي اخوي. تعالي بس انا افهمك. اطفي النور، اطفي النور. لا 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 ايه؟ امال ازاي؟ ازاي؟ يو لان الضرقه اتعور. انا مش هشوف كده. يو حرام عليك، زهقتني. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ يا ناقصه. مش فاهمة انت خايفة ليه بس؟ يعني معقول البنت دي هتروح تبلغ عنك وانت شايفاها في وضع وشين زي ده؟ ما هي بتعمل عاملة زي دي استني منها أي مصيبة، أكيد هتركزني ومش تستريح لما توديني في داهية. طب خلاص يا ستي، أنت اديني الماستر كي ولو حصل أي مشكلة قولي إن وقع منك بالغلط وإنك ما تعرفيش أي حاجة عن اللي حصل. إيه قلتي إيه؟ ما ينفعش. ما تخافيش، أنا مش هورطك. أقول لك ما تخافيش. طيب مفتاح أهو والأوضة أهي وإحنا هنستناكي هنا. استرها والنبي يا رب. انا مش فاهمه من فيكم المفروض يخاف من التاني، ولا تاني سايب اخته بتجوز وقاعد بس يخافوا. الناس دي يا رب. امان امان يا للي سميره، انت اتاخرت عليا ليه يا بنتي؟ ايه ده؟ انت مين؟ انا سميرة بعتتني عشان اطمن على حضرتك واشوف لو كنت عايز حاجة. جميلة سميرة دي. انا افتكرتها نسيتني زي كل الناس ما بقت تنساني. تاخدي كاس؟ لا متشكرة، أنا مضطرة أنزل حالا. مضطرة تنزلي إزاي؟ ده أنا ما صدقت إنك جيتي. أنت تيجي تقعدي هنا معايا، اقعدي معايا لغاية ما تيجي سميرة. لا معلش استريح حضرتك، أنا هعمل تليفون وأرجع لك تاني. تفضل. تليفون؟ تفضلي. والله البنات دول حلوين ودمهم خفيف لكن غامضين، طول الوقت بيتكلموا في الموبايل. هما بيدفعوا الفواتير دي منين؟ الو. ايوه يا حسن باشا. اخد اقواله ازاي بس يا استاذه؟ مش لما الاقي البنت الاول عشان تتهم واقدر ساعتها اخد اقوال واسمع اقوال الشهود؟ من غير ما الاقي البنت مش هقدر اتعامل مع الموضوع الا على انه بلاغ كاذب، وساعتها كمان شكلي هيبقى وحش قوي بصراحه. طيب بقول لك ايه؟ اقفلي دلوقتي هكلمك بعدين، سلام. لحسن الحظ يا باشا لقينا فاطمة. والله؟ فين؟ ما كانتش بعيد قوي عن الأوتيل. النهارده زحمة زي ما حضرتك عارف. كلمناها رجعت على طول. تخيلي يا فاطمة، في حد مقدم بلاغ ضد الأوتيل بيقول إن إحنا محتجزينك وإن في حد اعتدى عليكي. يظهر في حد بيهزر معاكي. بس هزاره تقيل وسخيف. فاطمة تحت أمرك. انت مش كنت روحت يا فاطمة؟ أيوة حضرتك. وانت بتروحي باللبس ده؟ انت بتركبي ايه لما بتروحي؟ مفيش أكتر من التاكسيات يا باشا، بس يعني حضرتك أنا بضطر أمشي شوية كده بعيد عن الأوتيل عشان ما يفتكرونيش خارجة من الأوتيل يعني ويطلبوا أجرة علي. باين عليها نبيها فاطمة. ايه اللي في وشك ده؟ ما شاء الله، يا سعادتك عندك قوة ملاحظة.
انا كنت فاكره يعني ان المكياج مش مبين اللي في وشي. الله يسامحه بقى الحاج، كان متقدم لي عريس وانا رفضته يعني، وهو بقى عايز يخلص مني ويجوزني عشان مش موافق يعني على شغلي في الفنادق. حياتك بقى فاهم ولاد البلد يعني وفكرتهم عن الشغل في الفنادق. بس ما شاء الله الحاج ايده تقيله شويتين ثلاثه، ده انا وشي ما ازرقش كده ايام الملاكمه. بس هنقول ايه بقى، أبو خايف على بنته. بس هو الحاج يعني يا فاطمه ما خدش باله انك انت شغاله في فندق الا النهارده؟ لا ده كان امبارح. بس انا يعني ما عرفتش اجي امبارح عشان خاطر يعني اللي في وشي وكده، فاخدت اجازه عرضه، بس كان لازم اجي النهارده. فعلا سيادتك حصل، اصلها كانت مخلصه رصيدها من الاجازات. والله والله العظيم يا فندم. وطبعا انا لو طلبت دلوقتي ان انا اشوف الورق بتاع شؤون العاملين اللي ثابت منه انها اخذت اجازه هيطلع موجود في دولاب، والدولاب مقفول، والمفتاح مع الموظف المختص اللي بالصدفه واخد النهارده اجازه علشان متفرغ لضرب بنته. الموضوع اسهل من كده خالص يا باشا، احنا مش نقدر نوري الباشا الورق بتاع. امال كل شيء تمام، الدفاتر كلها مظبوطه يا باشا. ثواني، والورق كله يبقى عند حضرتك. يعني من الاخر يا فاطمه، انت ما ضربتيش يونس الغول بالقلم لما اتحرش بيكي، وهو ما ضربكيش قدام الناس. مين يونس الغول ده يا فندم؟ حلو حلو، تصدقي اي حاجه تانية كنت هتقوليها كنت هشك انهم محفظينك تقولي ايه، بس الاجابه دي بالذات حلو اقنعتني. غصبوكي ولا اترضيتي يا فاطمه؟ حضرتك تقصد ايه يا فندم؟ تبقي اترضيتي يا فاطمة. أقرب حمام هنا فين والنبي يا أخوانا لو سمحت؟ ده انسي، بقول لك انسي، البنت شكلها اتظبطت على الآخر. يا هيكونوا هددوها بإيه بس يا أستاذة؟ إيه هيغرقوها في البيسين مثلا؟ لا أنت بقى المفروض إنك أنت المرة دي تعترفي إن الفراسة بتاعتك خانتك بقى المرة دي، صح؟ يا ست ولا يهمك ولا يهمك. لا وانت ذنبك ايه؟ بالعكس انت تشكري والله. لا طبعا. لا خالصين مين؟ لا 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 استني استني استني. احنا خالصين من المرة اللي فاتت بتاعت النقابة. لا لا يا استاذة، انا كده ليه عندك خدمة. وشكلي هطلبها قريب جدا على فكرة. مفيش. عايز الولاد يجوا يباتوا معايا يوم الخميس، وشكلنا كده هنحتاج نعمل مكالمة للسيد المحافظ. ربنا يخليكي ليا يا أستاذة، والله العظيم يا أستاذة أنا بقول دائما في قرارة نفسي. إيه رأيك في قرارة نفسي دي؟ دائما بقول أنا من يوم أختي مسافرة الكويت ربنا بعت لي أخت تانية اسمها الأستاذة داليا غنيم. متشكر يا أستاذة. سامي حضرتك خليكي معايا. طب استاذ معلش هتضطري تقفلي بس عشان دي مكالمه من الشغل. طيب مع الف سلامه، متشكر جدا. يا سياده اللواء مساء الخير يا فندم. انا بكلم البيت يا فندم. ايه ده سيادتك حد تعرف؟ انا بقول لحضرتك انا بتكلم من الاوتيل يا فندم. لا مفيش لا انا ما رضيتش بس ازعج حضرتك، قلت الاول اتبين طبيعه الموضوع واقول لسعادتك اللي فيها يعني. مفيش ساعتك، الناس بتاعت الإدارة طبخت الحكاية مع البنت وراضوها و... أيوه اشتروها يا فندم، بالظبط بالظبط ساعتك. لا أنا عرفت من بلاغ يا فندم، بلاغ من مجهول. لا هو المجهول ده يعني صوته أقنعني، حسيت إن هو محل ثقة ومصداقية. لا كان مجهول راجل يا فندم، ساعتك أنا من يوم ما طلقت ما بستقبلش أي مكالمات حريم. تحت امر سعادتك يا فندم، مع الف سلامه. تحت امرك، مع السلامه، مع الف سلامه. لا تخنت نكابر عنده حق. ظاهر يا يونس بن حضرتك طلع لك فعلا نظرة بالناس على عكس ما كنت متخيلة. بعد العمر الطويل ده في السياسة لازم يكون ليا نظرة في الناس.
معلش، بس هي فرقت معاك بنت المرة دي. قصدك ايه؟ قصدي لما مديت ايدك على البنت الجرسونة كنت متأكد انها هتسكت وهتطرمخ، بس الظاهر انها ما كانتش مستعدة نفسيا، كانت محتاجة تهيئة. انت بتتكلمي عن ايه؟ انت مين؟ ومين اللي بعدك؟ انت بتشتغلي ايه؟ انا كنت فاكره ان اللي انت عملته ده من الاعراض الجانبيه للخروج بره الكرسي، بس واضح ان حضرتك فيك الداء الوسخ ده من زمان، واضح ان كل ما كنت بتعمله كان بيعدي والا ما كنتش عملته النهارده. انت اتجننتي يا بنت؟ انت اتجننتي؟ انت مين؟ مين اللي بعتك؟ انت تبع مين؟ تبع بكر الشربيني ولا تبع اعدائي في الحزب؟ ما تقلقش يا بيه، حضرتك مش مستهدف ولا حاجه، وبعدين حتى لو كنت مستهدف خلاص الموضوع خلص. فاطمة اتراضت وسكتت. انت بتتكلمي عن ايه؟ ومين فاطمة دي؟ ومين قالك ان انا مش مستهدف؟ لا انا مستهدف وعارف اعدائي قوي قوي. طب طب بالراحة بالراحة، لحسن يحصل لك حاجة، دي مصر لسه محتاجاك. بس لما تفوق الاول، ما اقصدش مصر عشان ما تفهمنيش غلط، قصدي لما حضرتك تفوق تصبح على خير يا ناس. انت رايحة فين؟ تعالي هنا، انت بتتكلمي عن مين؟ تعالي كلميني زي ما بكلمك انت يا بنت. انت فاكره لما تكلمي يونس الغول بالطريقه دي وتمشي كده؟ لا تبقي غلطانه، انا هوريك. انت فين يا سميره؟ يلا فاروق رايح فين يا ست وزير؟ المشكله اتحلت خلاص، مبقاش فيها قلق. لازم نمشي دلوقتي حالا. يا سيدي يا عم دياب هغني كمان نص ساعه، نسمعه بعدين. سياده غانم ارجع فورا. ليه وفي قنبله هتنفجر في القاعه؟ يلا فاروق. انا قلت لك ما نجيش. يلا فاروق انا عيالك ما نجيش. انا عيالك ما نجيش يا ساده. يا سيدي بيقول لك في قنبله. يلا خلاص في قنبله. Thank you.
انت ايه اللي جابك هنا؟ مش سميرة قالت لك اني مش عايزه اشوف وشك تاني؟ ليه كده بس يا صافي؟ انت ليه بتكلميني زي ما اكون انا ورا كل اللي حصل؟ والله بعد اللي حصل الليله دي ما استبعدتش ابدا انك تكوني وراه. للاسف صدمتي فيكي صدمه عمري. مهما هتقولي انا مش هزعل منك، انا مقدره اللي انت فيه وانت صعبانه عليا قوي. صعبانه عليكي؟ طب يا اختي ما يصعبش عليكي غالي. عموما الفرح لسه مستمر والناس رجع وهيرجع احسن من الاول. خلاص يا صافي الناس كلها مشيت وانت برضو المفروض تاخدي عريسك وتطلعوا فوق. انت مالك؟ انت مالك؟ حد اخد رايك؟ بتتكلمي بصفتك ايه؟ بعدين الفرح لسه مستمر، دي الناس جايه. سميره بتكلم الناس كلها. سميره روحي كلمي الناس. وبعدين عمرو دياب جاي دلوقتي، احنا اساسا لسه ما ابتديناش الفرح. بس يا خساره انت مش هتكوني موجوده اصلا عشان تروحي تبلغي رئيس التحرير الحقير بتاعك. كل الناس اللي بيكرهوني وانت اولهم. الله يسامحك يا صافي، انا بس كنت عايزه اقف مع البنت اللي اعتدى عليها يونس الغول. والله مش عشان اسبب لك اي مشكله، لا، عشان انا كده ما اقدرش اشوف واحده بتتهان وافضل ساكته. يا صافي انا جيت هنا النهارده بس عشان بحبك، مش كصحفيه. مفيش اي حاجه من اللي حصلت هتتنشر وربنا شاهد عليا. انا عايزه اقف معاكي باي طريقه بس مش عارفه ازاي. طب يا ستي كتر خيرك، متشكرين قوي على جمالك. يا خساره يا ريتني سمعت كلام سميره لما قالت لي اوعي تثقي في حد في مهنه الصحافه، يا الا تبقي حماره. وانا طلعت حماره كبيره. اتفضلي بقى بره من غير ما ترد. اتفضلي. الله يسامحك والف مبروك. يعني دي الوحيده اللي رجعت من كل المعازيم وبرضه مشيتيها. ما كنت خليتيها تأنسنا شويه. شريف حبيبي الناس كلها رجعت تاني، والله العظيم صدقني كلهم عرفوا المقلب اللي حصل ورجعي. وبعدين يعني هو اللي حصل في الفرح ما بيحصلش في اي فرح. بيحصل يا حبيبي والله العظيم، مش بيحصل صح مش كده؟ والله انا ما اعرفش، اصل انا اول مره اتجوز. يا صلاح استاذنا ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشت والله. الله يخليك. ما انت عارف بقى الدوامه بتاعت رئاسه التحرير دي. واللي طلعك من الدوامه يا صلاح عشان تتصل بيا انا بالذات. مالكش حل يا استاذنا، ما حدش يعرف يضحك عليك ابدا. انا بصراحه مكسوف اقول لك السبب. يا راجل واحنا في بيننا وبين بعض كسوف؟ ده اذا كنت مصدق اصلا ان انت وشي كسوف. حلوه حلوه يا استاذنا. انا بس كنت عاوز اتكلم دالي على الموبايل بتاعها، لقيته بره الخدمه، الظاهر قطع شحن. هي جنبك؟ جنبي فين؟ الا خلي داليا بس تروح معايا. الله، هو انت سبت الفرح؟ فرح هو اللي سابنا يا صلاح. وما تقوليش بقى انك ما تعرفش اللي حصل في الفرح. هو حصل ايه في الفرح؟ حصل ايه؟ لا انت بتهزر، والله بتهزر. امال ايه ملك الصحافه المستقله ونحن نصنع الخبر وغيرنا يرددوا والكلام الكبير اللي انت بتقوله ده عمال على بطال الوحه؟ لا استاذنا، قولي بجد كده ايه اللي حصل في الفرح؟ يا اخي سيبني اتمتع شويه باحساس التفوق. ازلك عايز تعرف ايه ولا ايه ولا ايه؟ والله
انت ذوقك بقى يا استاذنا. عموما انا ما يرضينيش برضه ان حد من تلامذتي يتمحلسني. انا ما علمتكش كده يا ولد. قول لي انت عرفت لغايه فين بالظبط؟ لحد اسماء المعازيم وداليا كانت قاعده جنبك. يعني ما تعرفش اللي حصل مع يونس الغول؟ لا. ولا اللي حصل بينه وبين بكري الشربيني؟ هو جه الفرح؟ هو جه الفرح. ده انت مغيب يا صلاح، والله مغيب. يعني ما تعرفش بقى الطمه الكبرى اللي حصلت لعزيز الجبالي؟ استاذنا يا اما تحكي لي فورا يا اما هتلاقيني بعد نص ساعه بالكتير في بيتك. لا بيتي ايه؟ احكي لك طبعا، على الاقل تسليني لغايه ما اوصل التجمع الخامس. طب ما تعرفش موضوع القنبله؟ طب ما تعرفش ان انا جريت في الفرح والترابيزه اتقلبت عليا بشربطه؟ اقول لك عايزني اقول لك من الاول ولا من الاخر؟ ماشي يا سيدي اسمع. لما تعرف ان مفيش قنبله وان ده بلح كاذب مش كده؟ وهم كلهم جاريوا ومحدش فيهم استنى. حتى اللي كلمناهم على الموبايلات كلهم خارج الخدمه. لا وفي ناس كنسلت في وشنا. خلاص نكلم الناس اللي انا حاجزه لهم في الاوتيل. محدش هيبات هنا يا حبيبتي، كلهم روحوا. ده حتى الضابط كان عايز ياخد اقوال الناس اللي قاعدين على ترابيزه عزيز بيه، ملقاش منهم حد خالص يا عيني. ما طبعا لازم يمشوا، هما جايين عشان يحضروا الفرح ولا عشان تتاخد اقوالهم يطلعوا من الفرح بكفاله؟ وهو يعني الظابط كان عمل ايه؟ كان قبض على الناس اللي بعتهم نديم كمال عشان يبوظوا لي فرحي؟ هو فين الظابط ده اساسا؟ انا لازم دلوقتي اعمل بلاغ عشان يقبضوا على نديم كمال، لازم يقبضوا عليا فورا. اهدي يا بنتي، اهدي يا حبيبتي، اهدي ما تشمتيش الناس فينا يا اختي. هما فين الناس دول بس ياما؟ يا ماما. شريف انت رايح فين؟ انا بقالي اكتر من ساعه بقول كلامي اللي نمشي ما سمعتيش كلامي، وقعدتيني استنى عايزين ترجع ولا حد سال فينا، انا طالع الاوضه فوق، عايزه تيجي اهلا وسهلا، مش عايزه انت حره. يعني ايه؟ يعني ايه؟ هنعمل زفه من غير ما اصحابنا يشوفونا؟ زفه تاني من كلامي انا، ما تفوقي لا. استنى يا ابني، استنى. استنى حرام عليك، راعي الزفه النفسيه برضه، فاكر بقى هو مش فاهم اللي حصل لنا؟ انا اللي حصل لي افضح، انا اللي فاهم اللي حصل ايه، لكن انا مش فاهم ولا حاجه. تفهم ولا يا ابني؟ بنتي حظها قليل، ده انا ما صدقت ربنا رزقها بيك، طلعت برضه منكوده. منكوده ايه ونيله ايه بس ياما؟ بدل ما تندبي حظ بنتك للنهار وتكلمي الراجل قولي لها هتطلع معايا وتفضها سيره في الليله اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي. اسكت انت خمسه انا ما وزعش ولا كلمه، احسن وديني هرزعك قلم ابو حضرتك قدام الناس دي. يلا يا شريف يا حبيبي، انا هفهمك على كل حاجه وهتفهم كل حاجه وتهدى. ربنا يهديك يا ربي. بركات. نعم. شوف لنا حد عايزين نطلب حاجه. حاضر. خلاص بقى معلش يا حبيبتي، قدر الله ما شاء فعل. بصي انت دلوقتي تاخدي شوف تطلعي على اوضتكم كلها ساعه ولا اتنين وهتنسوا اللي حصل وتبداي حياه جديده مع جوزك. معلش يا حبيبتي، ربنا مش ممكن ابدا يسيب اللي اذوكي بالشكل ده. انسى؟ انسى ايه؟ طب افرضي ان انا نسيت اللي حصل، شريف هينسى؟ الناس اللي كانت في الفرح؟ ده انا بقيت حديث المدينه، ده انا سيرتي هتبقى على كل لسان. طب ونديم كمال هينسى اللي عمله فيا؟ هينسى نحاول اسعد ليله في حياتي لاتعز ليله؟ هينسى ازاي؟ مش ممكن هينسى، مش ممكن. كل ده مش مهم دلوقتي صافي. اوعي تبصي وراكي، لو بصيتي وراكي هتضيعي. حبيبتي انا عارفه اللي حصل ده كان صعب عليكي جدا، بس ما تبصيش وراكي. بصي يا صافي، انا هقول لك دلوقتي كلام من قلبي. انا عاوزاك تفتحي صفحه جديده، صفحه جديده وحياه جديده مع جوزك. لو نادين كمال ده عارف انه كمان بوظ علاقتك بشريف، ده معناته انه فعلا انتصر عليكي، وانتصار ايه اصلا ما كانش يحلم بيه.
انت لو الحكايه دي كلها كانت صعبه عليكي فهي صعبه على الشريف ألف مره. الشريف محتاجك دلوقتي يا صافي زي ما انت محتاجاه بالظبط. خديه في حضنك يا حبيبتي، خديه في حضنك وواسيه. هقول لك كلام من قلبي، قوليه على كل حاجه، احكي له كل حاجه. لما يفهم هيرتاح. طب وانا؟ انا يا سميره، انا مين اللي هيطبطب علي؟ مين اللي هياخدني في حضنه؟ مين اللي هيوازيني؟ مين اللي هيفهمني ان في ناس ممكن توصل بيها الوحشيه انها تقتل غيرها بالشكل ده؟ تقدري تقولي لي انا عملت ايه لنديم كمال عشان يعمل فيا كده؟ لا يا صافي، انت كده فعلا هتقلقيني عليكي. انا كنت فاكراكي هتقولي ان الازمه دي زي ما قلنا من ازمات كتيره قبل كده. عمري ما عديت بأزمة زي دي. علشان كده لازم تقومي أقوى وأسرع. صافي صافي حبيبتي، أنا مش عايزاك تضيعي من إيدك كل حاجة. افتكري إن شريف ده فرصتك الأخيرة. في ده يا ستي اللي حصل، المهم شريف ما يضيعش من إيدك. أنت شايف إيه؟ الحاجة وقاعدة مع عريس بنتها اللي فرحه باظ من شوية، هتجيب لهم كاسين ويسكي ولا كونياك؟ هات لهم ينسون، نعناع، تليو، أي حاجة تهبط الأعصاب والسلام، ناقصينك أنت كمان. لا ليه يا ابن الحاجات دي؟ إيه ده؟ وما تخافش، محدش هنا هيلمسك، خالص. اهدى بس اهدى، ركز معايا. انت متأكد ان اللي ادالك الجواب ده كان واحد من موظفين الفندق؟ ايوه والله العظيم يا باشا، ده من طقم الادارة كمان. هو انا يعني سعادتك هاخد الجواب من اي حد كده عشان اروح اسلمه؟ انا مش عبيط سيادتك، لا انا عبيط وغبي وحمار كمان. انا كمالي بس من الموضوع ده، انا كان المفروض اقوله ده مش شغل، او حتى اسأله طب سيادتك ليه ما تسلموش بنفسك؟ بس خفت، خفت احسن يشتكيني. وبعدين سيادتك هو كان شكله مستعجل كده ومكشر ومتضايق. وبعدين سيادتك انا ما خدتش خوال. طب حط حضرتك مكانك كده مطرحي، شوف كده، عمرك تتخيل ان في ليله حلوه زي دي يحصل حاجه وحشه زي دي؟ وانا يعني بعدين بقى سيادتك ما بشمش على ظهري يا ابني. انت هتعدد؟ اهدى بقى، ما انا قلت لك ما تخافش، وقلت لك ما حدش هنا هيلمسك. كل اللي مطلوب منك انك تركز وتجاوب على قد السؤال. ممكن؟ ممكن. حضرتك دلوقتي وريته كل موظفين الفندق؟ كلهم يا فندم سعادتك، الهاوس كيبنج والروم سيرفيس والمطابخ، ما تعرفش على حد فيهم. حضرتك متأكد إن محدش منهم روح أو جه في غير ميعاده؟ تمام سعادتك، والباشا كان معايا وإحنا بنراجع أسماء الموجودين في الشيفت ونقارنهم بالناس اللي كانت موجودة قبل الفرح. حصل سعادتك. إزاي ده؟ يا ابني أنت متأكد؟ أيوه يا باشا ورحمة ستي، أنا عندي استعداد إن أنا أطلعه لك من وسط شليون واحد. أنا ذاكرتي كويسة؟ كويس. ذاكرتك كويسة، دي حاجة ممتازة. بعد إذن حضرتك تاخده تلففه على كل الموظفين تاني وتدقق في وشوشهم واحد واحد. مش جاي سعادتك يكون حد من بره الأوتيل ولبس اليونيفورم ده أوانطة؟ استحالة، لأن باب دخول العاملين بالفندق باب مخصوص، وجنبه الساعة اللي كل واحد بيحط فيها الكارت بتاعه. يعني لو واحد لابس اليونيفورم دخل ومعهوش كارت هيتكشف. مش ممكن يا فندم يكون دخل من الباب الرئيسي فعلا او من الجراج وركب الاسانسيرات سعادتك؟ استحالة، لان التعليمات كانت مشددة جدا عليهم. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل. القضية دلوقتي ما بقتش تخص الأوتيل الموقر بتاع حضراتكم، دي بقت قضية جنائية. مفهوم سيادتك. يبقى بلاش لو تكرمت كل دقيقة تسمعني مرافعة في عظمة السيستم الأمني بتاع الأوتيل بتاعكم. مش جايز لما كنتوا مشغولين بتظبيط قضية البت الجرسونة السيستم الأمني العظيم ده يكون حصل له اختراق. تقصد ايه يا فندم؟ قولي. اتفضل.
الكاميرات اللي على الباب الرئيسي والاسانسيرات دي شغاله بجد ولا امريكاني؟ امريكاني ازاي يا باشا؟ شغاله بجد طبعا، و24 ساعه دي على احدث مستوى ومتوصله بميموري باحدث اجهزه كمبيوتر، ده سيستم كامل عالمي زي اي فندق 7 ستارز. يا سيدي نبره صوتك بتعصبني، بتفكرني بنشره الاخبار. ابوس ايدك، انا مقتنع ان انتم اعظم نظام امني فندقي في العالم. شكرا يا فندم. ابوس ايدك، بلاش تفكرني بده كل دقيقه. ممكن يا كمال بيه؟ امرك يا فندم. هتاخد الاستاذ وتاخد اخينا ابو ذاكره قويه ده، وتبصوا على تسجيلات الكاميرات بتاعه الباب الرئيسي والاسانسيرات على مدى ال24 ساعه اللي فاتوا. لو ما تعرفش على حد خش على ال24 ساعه اللي قبلهم، لانه ممكن يكون الجدع اللي بندور عليه ده دخل الفندق قبلها بيوم او بيومين. تمام؟ واضح؟ تمام يا فندم. يلا اتفضل. اقول لك استنى استنى استنى, استنى. ايه تاني؟ موهوم ليه؟ في ايه؟ ما انا قلت لك ايه ده؟ خلاص ركز. انت قلت لي ان ذاكرتك قويه، دي حاجه انا احترمها قوي. الجدع بقى اللي كان لابس اليونيفورم ده لما ادالك الجواب انت قلت لي ادهولك وانت داخل القاعه، داخل على القاعه هو ادهولك. ممكن بقى تحدد لي المكان بدقه؟ ايه سلامة الذاكرة، احنا حسدناك ولا ايه؟ انا اصلا عايز احدد المقام بدقة دقيقة. انا يعني هقول لحضرتك بقى. لا انا اللي هقول لك. انت حاجة ايه؟ اتفضل 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 اتفضل. هنا؟ ايوه باشا. بص يا باشا، هو المفروض ان هو كان جاي من اسف. طب ثانيه، طب تعالى كده حضرتك. هو المفروض ان هو كان جاي من هنا. طب اخر مره وحياه رحمه ستي، هو كان كنت انا جاي من هنا وهو جاي من هنا واتقابلنا هنا بالظبط ورحمه ستي وده الباب. ايوه حبكت يعني، ما تحطوش كاميرا في الحته دي. بس في واحده شغاله هنا في الكوريدور يا باشا. تمام قوي، يعني لازم يكون عدى عليها وهو جاي على هنا. على الله بس ما يكونش محترف وخبى وشه عندها. طيب كمال، امرك. هتبدا لي التسجيلات بتاع الكاميرا دي. تحت امرك. يلا اتفضل. اتفضل. بقول لك ايه؟ مفيش حد من اللي شغالين في الفندق هيتحرك براه لحد ما نخلص، واضح؟ واضح. استهدى بالله واستعيذ من الشيطان الرجيم، انا هقوم اجيبها لك. يا صافي. صافي يا حبيبتي. قومي يا حلوة اقعدي جنب عريسك. ده شيطان ودخل بنته يا بنتي. قومي يا حبيبتي. ده والله العظيم خير. خير كبير قوي. ده ابتلى. ربنا كان بيحوش عنكم شر كبير قوي قوي. وقضى خف من قضى. والنبي انتوا محسودين. يلا اقعدوا. ده اسمه كلام؟ اقعدي يا حلو. انا حكيت لشريف على كل حاجه، وقلت له على الناس الكتير اللي بيكرهوكي وما يردولكيش الخير ابدا. انا هسيبكوا. شريف أنا أسفة، أنا بجد أسفة. إيه؟ ما بقيتش عايز تبص في العينين اللي أنت كنت بتحبها؟ هتنكر؟ ما افتكرش. طب لو عايز تنكر بص في عينيا كده وقولي شريف أنا بحبك وأنت عارف.
أنا عارفة إنك زعلان وحزين مكسوف، ويمكن كمان مش طايقني ولا طايق الدنيا كلها، بس والله العظيم يا شريف، والله العظيم لو كنت أعرف إن أي حاجة من دي كانت ممكن تحصل ما كنتش عرضتك ولا عرضت نفسي لحاجة زي كده. أنا كنت عايزة أوري الناس كلها الراجل اللي أنا حبيته، الراجل اللي أنا اخترته، اخترت أتجوزه. أنا ما كنتش عايزة كل ده يحصل. خبيتي عليا ليه؟ ليه كذبت عليا؟ هحكي لك على كل حاجة، بس لما نطلع فوق، عشان خاطري يا شريف أنا خايفة، عشان خاطري ما تضيعش فرحتي، عشان خاطري. غاويين شحطاطه ووجع قلب، يعني مش كنا بيتنا هنا احسن يا حاجه؟ ما انتي عارفه يا نجوى ما برتاحش الا في فرشتي. اي والله عندك حق يا امه، حاكم السراير هنا ناشفه وطقطه من الضهر. يا سلام، طب افرضي بقى صافي احتاجت حاجه مننا كده ولا كده؟ تحتاجي يا بنت؟ ايه اللي ما يحوجها لينا في يوم زي ده؟ ايه اللي هيسعدك يا صافي يا بنتي؟ وبعدين انتي عارفه ايه اللي هتحتاجه بس؟ إيه؟ انها ما تشوفش حد من اللي كانت تعرفه قبل كده، وبالذات احنا. لا ما هي لو احتاجت حاجه انا هبقى بلغها. ليه يا واد انت مش مروح ولا ايه؟ لا انا هبات هنا بقى، اصل صافي طلبت مني حاجه ابقى اعملها لها الصبحيه. حاجه ايه؟ ها؟ هروح مع المحاسب البنك، هاخد المحاسب ونروح البنك عشان نخلص لها شويه امور قبل ما تسافر. فبدل بقى ما اروح البيت وارجع تاني هبقى هنا قريب من وسط البلد، وبرضه لو احتاجت حاجه يبقى حد مننا جنبها. شوف الكذب البين يا حاجه، ده احنا في العيد يا اختي والبنوك كلها قافله. انت مالك انت، البنوك قافله ولا فاتحه؟ وبعدين احنا البنك بتاعنا اجنبي وبيفتح في العيد. صحيح، ما انتوا خلقه تانية غير بقيه الناس. وبعدين بقى لو احتاجت حاجه زي ما بيقول سميره جنبها، والصراحه هي لما بتطلب يعني لا بتطلب منه ولا منها، بتطلب مني انا، وحتى كده يعني منطقي اكتر، بنات مع بعضينا. بنات ايه كتبوه؟ يا سميره اقرب لاختي مني. يلا يا حاجه اتكلوا على الله، مايكل مستنيكوا تحت في الجراج. يلا يلا ياما. ولا ايه انت مسربع ليه يا واد على زحلقتنا؟ انا ياما انا مش سربع ولا حاجه، انا عايزك تلحقي تروحي علشان تنامي وتاخدي الدواء. بقول لك ايه، شوفي كده في الادراج لنكون نسينا حاجه. ولا نسينا حاجه ولا زفت. يا بنت شوفي في الادراج خلصيه. يوه نسيتوا ايه؟ ما كل حاجه في الشنطه اهي. يا واد اسكت يا واد، مالكوا؟ صدقي يا حاجه فيكي شيء لله، كنت هتنسي ياخد الدواء بتاعي. لا دواء ايه؟ دواء ايه ده؟ بتاع انا ده انا جبته، ده دواء الصداع بتاع السنه، جبته الفرح صدعني. طب والنبي يا اخويا ما تجيب حبايه الا الواحده صدعت من الفرح الغريب ده. لا ده بتاع الصداع النصفي، مالكيش فيه. اتكل على الله. يلا يلا ياما، يلا ياما اتكل على الله. خدي يا نجوى. خلاص يا حبيبي خدي. لو انت مش هتنزلنا بالشنط ولا ايه؟ بلاش يا نجوى، سيبوا الحاجات هنا وانا هجيبها لكم الصبحيه معايا وانا راجع. يلا يا حبيبي براحتك، بيت زي ما انت عايز، اعمل اللي انت عايزه. بقول لك ايه؟ نعم يا ماما. ما تسيبش يا ابني التكييف مولع طول الليل، هتاخد برد. حاضر يا ماما. وتغطى كويس. حاضر يا ماما. واقفل باب الاوضه كويس لحد يخش عليه. ما خلاص يا ماما، هو انا بايت في القنده الحسين، ده فندق 5 نجوم، كل حاجه هتبقى تمام. مش. الف مبروك يا حاجه، الف مبروك يا ماما، الف مبروك يا نجوى، عقبالك انت كمان كده لما تتفقع اوضتك ان شاء الله.
الو، انت لسه ما روحتيش؟ لا لسه، لا ما مش باين لي مروح النهارده. ايه؟ لا 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 لا، ايه ده؟ في حاجات في الدنيا غير كده؟ لا لو مش دلوقتي هياخدي بالهم. انا مخلصه شفتي من ساعه ومش عارفه اروح. ايوه يا عم، الفرح بتاعك وعامل صداع في الفندق. ايه؟ احترم نفسك. ايه ده؟ انت فاكرك انا بشتغل الشغلانه دي عشان الفلوس يعني؟ طبعا اخر همي طبعا. كم؟ انت اصلا يعني عينيا عشانك، بس انت اللي بتعصبني كده وبتضيق خلقي. انت غريب. طب بص، اديني ساعه كده وانا هتصرف واجيلك. ايه هتعملي في الساعه دي يا دودو؟ اتصرف، اعمل اي حاجه. انزل الجيم، حرك كده العظمتين يعني عشان ما تقوليش متوتر. لا يا نونو بهزر معايا. خلاص ما تقفش بقى. طب خلاص ما تقفش، يلا الى اللقاء. بو اللي ما هقش محيره. الأمانة واخدة حقها قوي معاكم، لازم تقولوا كل اللي انتوا شفتوه. انتي يا صافي، غريبة داليا اللي انا اعرفها كويس كان زمانها دلوقتي مسكت البنت من زمارة رقبتها وطحنتها كلام عن الشرف والعيب وبيع الضمير. خلاص يا باشا، الحكاية ما عادتش مستاهلة. مش بعيد ابدا بعد اللي حصل تكون البنت دي فعلا مزوقة من حد زي ما صافي قالت. انا اسفة ان انا عملت لك دوشة عشان واحدة زي دي ما تستاهلش. يا ستي ولا يهمك، ما انا كده كده كنت هاجي. بالعكس انت خدمتيني والله، عشان بس ما يقعدوش يقولوا البوليس دايما بيجي في اخر الفيلم. لا، البوليس هو موجود من اول الفيلم. هو فاضل ايه تاني؟ مش خلاص الفيلم خلص؟ لا لسه طبعا، مش لما نعرف الاول مين اللي ورا البلاغ بتاع القنبله. ودي تفرق في ايه؟ ما خلاص المسكينه فرحها باظ وصلتها بقت على كل لسان. الله يكون في عونها، موقفها ما تحسدش عليه ابدا. والله موقفها ما تحسدش عليه ابدا، انا معاك، انما مسكينه ما اظنش بقى بعد كل اللي حصل لها ده وما تبقاش مسكينه. حرام عليك يا راجل. معلش يا استاذ، انا اصل قلبي قاسي شويتين بحكم الشغلانه بقى، ياما دق اتعرضت بوط. على عكس ما الناس فاهمه، لو كنت تعرف صافي زيي كنت عرفت انها فعلا مسكينه. وانا اعرفها ليه ولا اعرفها فين؟ امال حكمت عليها ازاي؟ من اللي بسمعه، زي بقيه الناس. المهم دلوقتي انك تجاوبيني على السؤال اللي شاغلني من ساعه ما اتصلت بيا. انت وصافي سليم ازاي؟ يعني ايه لم الشامي على المغربي؟ حلوه لما الشمع المغربي صح، على اساس انك انت نص شماية. مش قلت لي الوالده من سوريا باين صح؟ ايه لمكم بقى على بعض؟ تصدقي انا كنت فاكرك في المعارضه راس حربه، طلعتي زي بقيه الصحفيين، تحبوا قوي تلعبوا في خط النص. مش سهل انت يا حسن باشا. هو في حد بقى سهل دلوقتي يا استاذه؟ ما تتهربيش بقى من السؤال. لا الموضوع ده شرحه يطول. انا شخصيا عندي وقت طويل جدا، لسه على ما الموظف اللي سلم الجواب لحرس الوزير ما يتعرف على صورة الجدع اللي اداله الجواب فيها شوية وقت. شفت اديتك معلومة اهو، عربون محبة علشان تحكي بذمة. ايه مش مهتمة يا؟ أنا قلت لك يا حسن باشا، أنا لولا اللي حصل للبنت الجرسونة دي أنا كنت نسيت إن أنا صحفية طول الفرح. حلو، انسي بالمرة بقى إن أنا ظابط واحكي لي
ازاي صافي سليم دي بقت فجأة كده واحدة من اقوى نجوم المجتمع في مصر؟ خلي طلباتك معقولة يا باشا. انا ممكن احكي لك ازاي انا وصافي بقينا اصحاب، انما ازاي صافي بقت كده اذا كانت هي نفسها مش فاهمة ازاي. ماشي يا ستي، هات اللي عندك، كل اللي يجي منك كويس. شوف يا سيدي. ربنا يسعدك يا بنتي ويفتح لك قلب جوزي، وربنا ينتقم من كل اللي اذوكي ويشل ايديهم. امين يا حاجه. والله يا اختي انا كان قلبي حاسس، يا ريت بنتك كانت سمعت كلامي يا اختي. يا ما قلت لها يعني بلاش يا صافي، بلاش يا اختي، انت اللي بيكرهوك كتير. بس اعمل فيكوا ايه، انتوا عالم ربنا مسلط عليكوا دماغكوا. قلت لها نقفل على فرحتنا كده يا صافي، ركبت دماغها يا حاجه. الله، وهي كانت هتعرف منين اللي حصل ده؟ كان يوم غريب يا ست الكل. انا كان قلبي حاسس من ساعه ما شفت الحاج ابو الست هانم وهو نازل من فوق وبيدعي عليها، وكان يا عيني مقهور. هو ربنا بيسمع دعاء اي حد؟ اهو الراجل ده ملوش دعاء. والله يا مايكل انت عندك حق، ما تزعليش مني يا حاجه، اصل مهما كان برضك اسمه ابوها. وبقول لك يا اختي كله الا دعاء الوالدين، كان لازما بنتك تاخد رضاه. الله، وانت نسيتي يا نجوى؟ نسيتي اذانا قد ايه واذى امينة قد ايه؟ انا ما نسيتش ولا حاجه يا حاجه، بس مهما كان يا اختي برضك ده فرح بنته، وما يصحش يعني، كان لازم تقولوا له عيب عيب قوي كان يعرف من بره. يا ناس ما بتصدق مناسبه زي دي يتلموا فيها كده مع بعض وينسوا الزعل. انت ام ازاي انت؟ انا مش فاهمه يعني، ما الام دي بتقول لبنتها كده عيب وكده غلط. كنت قلت لها يا بنت عرفي ابوكي ميعاد الفرح، الراجل بيقول لك نازل وهو بيدعي عليها. ده تلاقيه بيدعي عشان ما خدش الفلوس اللي عايزها، مش عشان مش هيجي الفرح. ما تاخذنيش يا حاجه، هو لو حضرتك مش كنت زعلت برضه وتقهرتي؟ وحضرتي انا مالي، انا حضرتي اتحط في المكان ده؟ وبعدين انت مالك، ما تسوق وانت ساكت، انت اللي بيدخلك في الحاجات دي، ما يصحش يعني. انا اسف يا حاجه، معلش انا بتكلم من عشم. وبعدين انتوا عمركم عملتون على ان انا غريب يعني. خلاص بقى يا مايكل، ما توجعش دماغنا يا اخويا. الحاجه عارفه يعني انك بتهدي النفوس، بس الظاهر كده ان النفوس لسه ما صفيتش، انما هتصفى باذن الله. انا اللي حاسس في نفسويتي يا حاجه، كان نفسي يا اختي الحاج عبد الحميد كده قلبه يرق البنت ويدعي لها دعوتين حلوين من بتوعك. بلاش يا حاج، هو في زي دعوتك انت يا حاجه؟ ده بالدنيا واللي فيها. الو، ايه مو شاهين؟ ايه ده، انت لحقتي تعرف منين؟ سيلين، جوري دو دوفيني بيان انتوندو. معلش خليها تشمت براحتها، او بكره او بعده يحصل اسخن من كده في حفله من حفلاتها، وده هيأثر على سمعتي ازاي؟ بس وبعدين كل الناس عارفه انه فرح صافي سليم له ظروف خاصه. طبعا الناس كلها هتتكلم في الموضوع، يوم يومين ماكسيموم اسبوع، وبعد كده هيلاقوا موضوع تاني يتكلموا فيه والميه ترجع لمجاريها. اكسكيوز مي مون شيري، جو ترابيل توت سويت. اهلا اهلا بالاستاذ بركات. اهلا يا سيدي. هو سيادتك كنت منفعل شويه في المكالمه. طبعا لازم ابقى منفعل، انتوا ازاي تتصرفوا في البوفيه من غير ما ترجعوا لنا؟ في هو مش الفرح خلص خلاص ولا انا فاهم غلط؟ ده ايه الظرف ده؟ طبعا الفرح خلص، بس هي مش دي فلوس احنا دافعينها؟ لازم نعرف هي رايحه فين. يا استاذي العزيز، احب اقول لك ان تجربتي معاك كانت شيء قاسي جدا. تجربة ايه؟ هي كيمياء؟ ايه معنى الكلام العجيب اللي انت بتقوله ده؟ يعني I had to be very patient، وانت بتتدخل في كل تفاصيل شغلي، ودلوقتي بقى بما ان الفرح انفض خلاص، وان انا مش مضطر استحملك anymore. ديمي مور مين؟ انا بكلمك عن فرح صافي سليم واختي. بما اني مش مضطر استحملك نهائي، فاحب الفت انتباهك الى انه ولا سيادتك ولا اي حد من عيلتك الكريمه دفع مليم في الفرح، زي ما انت اكيد عارف الدكتور شريف راسخ هو اللي دفع كل حاجه، وبناء عليه هو الوحيد اللي من حقه يسالني في التفاصيل. واضح؟ وعلى كل يا استاذي العزيز، احب اكد لك ان الدكتور شريف نفسه هو اللي قال انه الفرح خلص خلاص، وهو اللي قرر انه اداره الفندق هي اللي تتصرف في البوفيه بمعرفتها. مش بس كده، هو كمان طلب مني اني ادفع لكل الشهات اللي احنا كنا متعاقدين معاها، حتى اللي ما لحقوش يشتغلوا. تمام سيادتك؟ تمام. طيب ما قلتليش حضرتك بقى تحب تشرب ايه؟ اصل انا في تفصيله صغيره كده محيراني. اشرب زيك، اتفضل. خاصة ان اخت سيادتك ست لطيفة جدا. هو سيادتك جايب
التناحة والكلاحة والغتاتة بتوعك دول منين؟ طب وديني لفرجك يا عرة. اتفضل اطلع برا. مش ممكن يا فاروق، لسه ليك نفس تضحك بعد كل اللي حصل ده؟ يا ساتر. انا ليه مش قادر اصدق انت ازاي ماسك نفسك من الضحك يا جدع انت؟ بعد كل اللي شفته واللي حصل هناك، انت كان لازم تشوف الناس وهي متكعبله في بعض يا عزيز، منظر يهلك من الضحك. صدقني شفت واحده جرب جزء من كرافتها زي الخروف. ده كان هيموت في ايديها. صدق بالله انا شفت مسرحيات كوميدي في كل بلاد الدنيا تقريبا، يعني من امريكا لمسارح لندن لكوميدي فرنساز لعادل امام مؤخرا، والله العظيم انا عمري ما ضحكت ضحك زي اللي انا ضحكته الليله دي. طبعا اضحك وانت ايديك في الميه، مش هتفضل قاعد على اعصابك زي لغايه بكره لما تشوف برامج النكد المسائي، ولا بعد بكره لما الجرايد تكتب عن كل اللي حصل ده. مش ممكن يا عزيز، الوزاره اللي مربيه لك الخوف دي من كل كبيره وصغيره. اشرب طيب، بشرب العصير. مش يا سيدي اشرب وروق بس. ايه يا فاروق الهزار بتاعك ده؟ الله مش ممكن يا عزيز، ده ما كنتش كده خالص. اسف. بص يا عزيز، الخوف اصلا مش مخليك عارف تفكر كويس. انت ناسي ان احنا في اجازه عيد وان كل البرامج دي مش شغاله لغايه اخر الاسبوع. ده غير ان كمان الجرايد محدش بيقراها يوم العيد، يعني لما تعدي اجازه العيد هيكون كل اللي حصل ده اتنسى. انا الوحيد يا عزيز اللي ممكن انسى الكلام ده لغايه اخر يوم في عمري. انا اسف. الو. ايوه رشا. لا انا سهران شويه يا بنتي عند عم فاروق. لا سيبنا الفرح من زمان. ايه ادخل على النت دلوقتي ليه؟ اشوف ايه يعني؟ انت شفتيه؟ بتكلمي جد؟ طب بقول لك ايه، ابعتيهولي على التليفون وانا هشوفه. مع السلامه. ايه ده من دي يا عزيز؟ دي رشا بنتي بتقول لي انها شافت مشهد هروبنا من الفرح محطوط على اليوتيوب. انت بتضحك عليا يا اخي، مش عايز اشوف الفضيحه اللي بقينا فيها. استنى بس يا عزيز، انا لسه كنت بفكر ان انا اكلم صافي سنين تبعت لنا شريط الفرح او اشوف ربنا بعتها من عنده. انا كنت خايف من برامج النكد المسائي والجرانين، انت فضحتنا دلوقتي بقت عالميه. يا ريتني سافرت عند امي في البلد في العيد، يا ريتني. ازيك يا بنتي؟ عاملين ايه؟ الله، انت مطيه صوتك كده ليه؟ هو في ايه؟ الله، هو انت ومش في الفرح؟ وايه اللي حصل؟ خلصتوا بدري ليه؟ ما انا هدعي لها نجوى، هدعي لها والله، بس مش دلوقت، اصل انا عندي شويه ظروف كده يعني. بصي
أنا هدعيلها مع صلاة الفجر عشان تبقى دعوة مفترجة يعني، ده لو فضلت صاحي. هدعيلها والله. احكي لي بقى، طمنيني ايه اللي حصل في الفرح؟ يعني انت علاقتك بصفي سليم مش قديمه بقى، ده انا كنت فاكركم دفعه واحده. مش هي برضو خريجه اعلام؟ ده انت متابع اهو يا باشا. لا انا خريجه اداب اسكندريه قسم اعلام، اقصد كليه اداب جامعه اسكندريه. انا عارفه كلمه اداب دي بتعمل قلق عند ضباط المباحث. عندك حق. طب المهم يعني انت بقى علاقتك بصفي سليم ما بداتش الا بعد معركتها الشهيره مع نديم كمال. بالظبط، وده اللي خلانا بقينا اصحاب. هي شالت لي قوي ان كنت تقريبا الصحفيه الوحيده اللي وقفت جنبها، وخليتها تعرض وجهه نظرها بامانه. انت عارف نديم كمال كان عامل عليها حصار في كل الجرايد ووسائل الاعلام، ما انت عارف بقى الباور الاعلاني بتاعه وبتاع شركاته. لا بس انا كنت بشوفها بتتكلم في البرامج وفي الجرايد عادي. طبعا، بس بتطلع ازاي وبتتكلم قد ايه؟ ما هي لو اتمنعت تقدر ترفع قضيه عشان طالب بحقها في الرد، انما لما المذيعين يقطعوها ويسخفوا كلامها مش هتقدر تشتكي. انت عارف اللعب اللي بيحصل ده. وانا اعرف منين يا استاذه، دي شغلانتكم وانت قادره. المهم يعني بقى انت وقفتي مع صفي سليم في الموضوع ده اقتناعا منك بكلامها، ولا عندا في نديم كمال ومن باب حبك الدائم للوقوف ضد التيار انت والجورنال بتاعك يعني؟ لا على فكره جورنالي ما فضلش واقف ضد التيار كتير، يعني كلها اسبوعين او ثلاثه والاعلانات اشتغلت وبقينا واقفين ضدها زينا زي غيرنا، وده اللي قطع حبال الود بينها وبين رئيس التحرير. هو كان في حبال ود بينهم كمان؟ يا عيني علي. لا دي قصه تانية. المهم انا ما كنتش مصدقه ان هي نصبت على نديم كمال زي ما هو قال، بالعكس كل اللي خدته منه خدته برضاء ايام ما كانوا متجوزين عرفي، ده اللي هو انكره ولا انا اتاكدت منه بنفسي. اتاكدتي منه بنفسك ازاي يعني يا استاذه؟ اذا كان الطب الشرعي وقف في صف نديم كمال، ايه ده؟ مش ده العريس برضه؟ هو لو عمل كده ليه؟ معقوله ساب صاحبتك فوق لوحدها؟ ايه ده، مش قادره اصدق، هو اتجنن ولا ايه؟ ده طالع بره الاوتيل فعلا. ايوه طبعا طالع بره الاوتيل فعلا، امال فاكره ايه؟ نازل هياكل كوارع ويرجع تاني؟ اكيد اتخانق مع العروسه. ده لو ما اتخانقش بعد كل اللي انت حكيتيه يبقى ما عندوش ريحه الدم. يا عيني عليك يا صافي. طب اما اكلم سميره افهمها ايه اللي حصل؟ معقوله يكونوا اتخانقوا؟ دول لسه ما كملوش ساعتين. يا تليفونها مقفول. والنبي يا حسن باشا توقف الدكتور شريف قبل ما يطلع بره الاوتيل. نعم اوقفه ده ايه؟ وقفه بتهمه ايه؟ بكره داليا لما تتجوزي هتعرفي ان هروب الراجل من مراته حق يكفله القانون. ده اكيد الضغط العصبي اللي شافه طول الفرح خلاهم يتخانقوا مع بعض. بصي ما تزعليش مني، بس على حد علمي دي مش اول ليله دخله لصاحبتك، يعني مش معقوله يعني ما عرفتش تسيطر على الموقف. حسن باشا ما يصحش تتعامل مع الموضوع بالاستخفاف ده، صدقني صافي دي بني ادمة كويسة، يعني مهما كانت أخطائها ما تستاهلش اللي بيحصل لها ده. ناقص تقولي لي حط نفسك مكانها أو تخيل لو ده حصل لأختك. لا معلش. طب عشان خاطري، عشان خاطري تحاول تلحق الدكتور شريف قبل ما يبعد. والنبي. طب حاضر حاضر حاضر، عشان خاطرك، عشان خاطرك بس. أنا هطلع أفهم اللي حصل لها إيه، ممكن أقدر أصلح ما بينهم. حاضر يا ست، ولو إني كنت محتاج إنك تفهميني ليه أنت مقتنعة إن الست دي سيدة فاضلة، عشان أجري ورا الراجل وأنا مقتنع بس. طيب ماشي. أنا متشكرة قوي. طلع لها عشان خاطرك. شوف العريس الناس على راسه. معاك السلامة يا حسن باشا. نورت يا باشا، معاك السلامة. يا رب يكون مروح. خليهم يفكوا اللبش اللي في الأوتيل ويسيبونا نروح لعيالنا بقى. ولا الباشا خرج والعريس الهارب. أكيد العريس زعل لما اكتشف إن العروسة لسه عذراء. اتصدم وقال لها اخص. أنا ما كنتش فاهم إن أخلاقك كده. ده يا جدعان الكلام ده يا جدعان. استغفر الله العظيم يا رب، يا جدعان عندنا ولاية، ربنا يصلح ولاينا يا رب. والنبي ايه؟ ايه يا عم الشيخ؟ وما ولاينا شبه العالم دي ولا ايه؟ ما هو العالم دول يا حبيبي بقى اللي انت بتتمحلس لهم في الرايحة وفي الجاية، توطي أول ما يخشوا صح؟ إن كان لك عند الكلب حاجة وطي له واتمحلس له، ولا ايه يا سيدي؟ اتمحلس يا اخويا اتمحلس. بس معقول اللي احنا بتعمله ده بتوع حضر؟
اكيد هتخليه يخش عليها امام لجنه مختصه من المباحث. بدل الدخله بلدي تبقى دخله مير. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا ولاد الفقريه، ده انتوا الوقفه معاكم تودي النار. هموت هموت واعرف بيقولوا لبعض ايه دلوقتي. استنى بقى اخدك بقى صوره بالشكل ده. بتعيطي ليه بس يا حبيبتي؟ اي مشكله ممكن تتحل. من فضلك افتحي طمنيني عليكي. طب هو ايه اللي حصل بينك وبين دكتور شريف؟ يا صافي افتحي، انا عايزه اساعدك والله. طب بلاش تقعدي لوحدك وانتي متضايقه كده. بصي لو في اي مشكله انا ممكن اتدخل واحلها. طب اسمحي لي اكلمك. Are you out of your mind? People are trying to sleep, you know? I'm really sorry. So sorry. God. Unbelievable. يعني معقولة يا دكتور ما بتتهمش أي حد بكل اللي حصل في الفرح ده؟ لا طبعاً، ده أنا حتى راجل مؤمن بالعلم. معقولة كل ده بيحصل بغير سبب؟ أنت لسه حضرتك قايل لي إنك ما بتتهمش نديم كمال بإن هو سبب في اللي حصل لفرحك. ايوه طبعا، انا ما اعرفوش هتهم بيه. وبعدين لو في اي حد مسؤول عن هذا اللي حصل في الفرح فهو انا. ما تستغربش حد صديق، انا راجل عشت طول عمري مؤمن بالعلم. لما جيت اخد قرار مهم في حياتي زي الجواز فكرت بشكل غير علمي وصدقت على حد. مش عارف اقول لحضرتك ايه يا دكتور بصراحه. انا طبعا ما اقدرش اتدخل في حياتك الشخصيه. انا كل دوري ان انا اوصل للي بعت الجواب المنيل ده وبوظ الفرح بتاع حضرتك وسبب حاله الهاج والذعر دي. ترشد حضرتك نديم كمان، أرجوك يا حضرة الظابط توصل له بأسرع وقت ممكن، لأني فعلا محتاج أشكره من أعماق أعماق قلبي. لأن بالعمل النهارده خلاني حسمت حالة الصراع اللي عشتها من يومين، من ساعة ما قريت الكلام اللي في الجرايد المكتوب عن الإنسان اللي اختطفها تبقى شريكة حياتي. أتاري كل الكلام ده زي اللي بيقولوا رؤوس أفلام، وفيهم ناس أساسا أنا ما أعرفهمش وعلى رأسهم السيد نديم كمان. على فكرة أنا أول مرة أسمع اسمه كان النهارده وعرفت إنه راجل مهم قوي في البلد. الكلام ده صحيح؟ هو جامد قوي كده؟ أصلاً مش متابع تفاصيل الحياة في مصر، لأني يعني بقالي فترة عايش في أمريكا. أكيد طبعاً حضرتك تعرف، ولا حضرتك ما بتحبش تقرا جرايد السفر؟ دكتور أنا ممكن أقترح على حضرتك اقتراح يعني؟ يا ريت حضرتك ظابط، أنا فعلاً محتاج اقتراحات بناءة في حالة زي اللي أنا فيها دلوقتي. بس أنا رأيي إيه؟ أنا رأيي إن إحنا كلنا بنتخانق وكلنا بنتعصب، واخد بالك؟ وحضرتك فاهم الستات يعني، مش كده ولا إيه؟ أنا رأيي إن إحنا نخش دلوقتي نشرب فنجانين قهوة في الفندق مع بعض، وبعد كده حضرتك تشوف إيه اللي مزعل العروسة وربنا يهدي يعني. أنا حتى معايا جوه الأستاذة داليا غنيم الصحفية، هي صديقة العروس، وهي عرضت إنها ممكن تتدخل لتقريب وجهات النظر يعني وكده. مش أنا بقول لحضرتك إن أنا مش متابع تفاصيل الحياة في مصر. الغريب لما بقرا في الجرايد الامريكاني عن الكاتبين وعن الجنس المصري بيركزوا قوي على حكايه التعذيب وفضل الاعتصامات والمظاهرات. رسمين لكم صوره سوداء قوي فيري دارك. يجي شوفوا ازاي الجنس المصري بيتدخل وكل تحضر للحفاظ على تماسك الاسره المصريه. شيء مؤثر جدا. I'm really impressed. نعم. لا دكتور شريف بقول لك ايه؟ انا جيت وراك بس اكراما للاستاذه داليا، ده غير ان انا متعاطف مع موقفك. تعرف حضرتك في اعلان لطيف قوي على الفضائيات المصريه بيقول تعاطفك وحده مش كفايه، شفت الاعلان ده قبل كده؟ اتكل على الله يا دكتور. اتكل على الله، لكن بعيد ولا هتاخد تاكسي؟ معاك فلوس مصري طيب للتاكسي؟ طب بقول لك ايه يا دكتور؟ يا دكتور! خلي موبايلك لو سمحت مفتوح، حد من طرفنا هيتصل بيك عشان ناخد اقوالك بشكل رسمي. قوة إلا بالله، الراجل مخه ضرب. الله يخرب بيتك يا صافي، ضربت دماغ الراجل. ده ما عادش ينفع خالص، ده مش هينفع يمسك مشرط في حياته بعد كده. صافي يا حبيبتي افتحي، أنا سمير، أنا لوحدي. صافي تبردي على التليفون. صافي صافي افتحي بقى. Now come on here. Do you have any idea what time is it? What the hell are you doing? I'm so sorry, sir. It's an emergency in there. That's what. What do you mean emergency? I'm sorry. I'll be. And your people are insane. You understand that? God, man. God. I'll be quieter. Thank you.
ثانك يو. ايه يا سميرة؟ طلعت الخواجة ده برضو تاني مش كده؟ طب وبعدين هنعمل ايه؟ مش عارفة. بقولك ايه؟ روحي انت خبطي براحتك وسيبيني انا هتخانق معاه. لو نبي مش عاوزين مشاكل، افرض اشتكينا لإدارة الأوتيل. طب ما نقول لبتوع الأوتيل يفتحوا لنا باب سويت وخلاص. الله يخليك يا داليا، أنا مش عاوزة فضايح. وبعدين احنا نقول لهم ايه اللي حصل؟ يعني احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل جوه. نقول لهم خايفين البنت تعمل في نفسها حاجة. ونبقى احنا فضحناها بنفسنا؟ ما تقلقيش عليها قوي كده. انت عارفه صافي عمرها ما هتاذي نفسها، هي بس تلاقيها قاعده جوه متقوقعه بتفكر تعمل ايه في مشكلتها ومطنشانه. يا ريت يطلع كلامك ده صح. مامتها معاها المفتاح السبير بتاع السويت وصحيها. استني بس هنقول لها ايه، الخبر هيبقى صعب قوي عليها. ده شتو بريسكويت كان سكنسو. الو. ايوه يا حسن باشا. طب خلاص ولا يهمك، انا متشكره قوي. ايه في ايه، مال صوتك؟ طب انا اسفه معلش، بس كان المفروض ان احنا نحاول يعني. ما هو احنا مش عارفين ندخل لها، هي قافله على نفسها الباب. يلا طب يلا شويه وهنزل لك. يلا 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 باي. حاول بعدين. العريس مرضيش يسلم نفسه مع ان الاوتيل كله محاصر. يا عم اقعد اسكت بقى، انت فاكره واحد من العامه كده ولا حد بياكل تبن عشان يخاف من الظابط؟ تلاقيه سمع الباشا كلمتين وقال له شوفوا لكم حد غيري يتجوزها، انا خلاص مش لاعب. والله يا جدع، وانا اللي كنت ظالمه وفاكره مركب دش مركزي، بس طلع ذكر. هو اي نعم ذكر مرحل شويه، بس مش مهم، ذكر مرحل احسن من ذكر عطلان. مش عارف يا هاني، دايما عندي كده مشكله ما بفهمش كلامك يعني. بس يعني كان الله في عونه يا اخي، ربنا مكتبها علينا وعلى ولانا يا اخي. بس الحمد لله على الفقر والجدعنة، الحمد لله. ايه يا اخويا، ده قصر ديلي ازهر. بس اسكت. حلو يا جماعة. انت بتعملي كده ليه؟ اغراء اغراء اغراء، انت فاهمه الاغراء غلط. وبعدين انت بطلتي رقص ليه؟ عشان تعبت، انا واقفه على رجلي من الصبح. وبعدين جو الرقص ده خلص من الثلاثينات، انت ما عندكش دي اس ال في بيتكم ولا ايه؟ خش خش في المفيد وخلصنا بقى. دي لهجه واحده بتكلم واحد عايز ينبسط ويفرفش ويزيط. واضح ان انا اسأت الاختيار. نعم يا استاذ شكري سرحان، انت صدقت نفسك ولا ايه؟ مش كفايه اني بضحي بنفسي وبسمعتي عشان واحد فاشل زي يا فاشل يا فاشل؟ ده انا لو اتقفشت هروح في 60 داهيه وهيتقطع عيشي، ده غير سمعتي اللي هتتضرب، هيقولوا عليا مش بعرف اختار زبايني. بس بس جاتك البلا، خرجتيني من المود، عمال اكلك في تفاح وبشرب في خمره مغشوشه، البتاع دي ما بتسكرش اساسا، وعامل لك فيها عادل ادهم وبرضه مفيش فايده. اقول لك مددي مددي، افرضي ظهري كده شويه هتبقي زي الفل، وقومي كملي رقص بعد كده. مددي قديم، هات التفاح من انت بتاكل فيهم من الصبح دول. هات. ايه ده، انت عينك في طبق الاكل من بدري؟ اه يبقى الواحد طلع منك باي حاجه يا بركه. هات ايه الدناوه دي، امسكي امسكي. انت مستني حد؟ ده ايه الليله اللي مش فايته دي، مستني حد؟ ده ايه، هو انت في حد كان ماشي وراكي وانت جاي على هنا؟ طبعا انا طول الوقت في ناس ماشيه ورايا، انا مخي دفتر. انا برضو قايل ان انت متراقبه من الاول، جاتك البلا في ليلتك السودا. يا بنت يا بنت ما تعدديش، بتعددي على ايه؟ الله يخليلك، ما انت لسه لابسه هدومك اهو، يعني لو حد كبس ما فيش مشكله. كبس كبس انت كمان؟ اقصد يعني لو حد دخل ما فيش مشكله. اقول لك لو حد دخل قولي لهم ان انت الست اللي بتنظف الاوضه. نعم انا مش الهاوس كيبنج يا استاذ. وده وقت برستيج يا اختي، التفاصيل دي خلصوها محاميين بعد كده. اخرسي خالص وما تفتحيش بقك بولا كلمه لحد اللي بيخبط ده، يا يغور يا يزهق.
مش عايز يغور، مش عايز يغور. تخيلي استخبي استخبي. جابهم دلوقتي دول؟ ايه اللي جابهم دلوقتي؟ لا مؤاخذة يا جماعة، أصل كنت في سابع نومة. الله، مين سميرة؟ مساء الخير يا فندم. الحاجة صاحية؟ لا، الحاجة روحت باتت في بيتها، ما أنت عارفة ما بتعرفش تنام غير في فرشتها. لا، ده واحد صاحبي جبته يبات معايا عشان بخاف أبات في الأوتيلات لوحدي، أصل كنت مرة شفت مفتاح السويت بتاع صافي معاك. ليه خير في ايه؟ داليا ما ينفعش تدخلي معانا عشان الموقف ما تأزمش، صافي تبقى عصبية جدا. طب انا هطمن عليها ازاي؟ صافي انا هطمنك في الموبايل، ما تقلقيش. طب انا هستناكي في اللوبي. ماشي فيك ايه؟ سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. طب قومي معايا، قومي معايا جوه، الدنيا برد جدا. لا قومي يا صافي. لا قومي يا صافي. صافي غلط كده، انت عارفه شريف ده؟ مش رجع؟ لا هو عارف انه غلط وعايز يتكلم معاك. لا سيبوني لوحدي. ايه ده، هو رجع تاني؟ انا نازل له، هو فاكر ايه بنات الناس لعبه ولا ايه؟ قومي يا صافي، قومي عشان خاطري. قومي معايا لوحدي، عايزه اقعد لوحدي، مش عايزه اتكلم مع حد. قومي. طيب بس خلاص خلاص، اهدي بس، اهدي. احنا بس كنا عايزين نطمن عليكي، احنا هنمشي دلوقتي، لو احتجتي حاجه كلمينا. ايه نمشي نروح فين؟ مش لما نفهم ايه اللي حصل. صافي بس استنى معاكي. لا سيبوني لوحدي، امشي. خلاص خلاص يا حبيبي، هيكون حصل ايه؟ سوء تفاهم بسيط وكل حاجه هترجع احسن من الاول. ايه بكره يلا. لا شريف مش راجع، شريف سابني. ايه؟ طلعني. ده نهار ابوه اسود. يعني ايه؟ يعني ايه يا زيطة؟ لا سيبوني لوحدي. تعالي هنا، رايحة فين؟ لا تعالي هنا. صافي ايه؟ عشان خاطري. صافي 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 صافي. ايه صافي؟ لا سيبوني سيبوني يا فوت. ايه يا صافي؟ سيبوني مش عايزة اعيش، عايزة اعيش. سيبوني يا صافي عشان خاطري. صافي صافي حقينا يا سميرة. شفتي بقى الستات بتعمل ايه في الرجالة الكمل؟ او الجدع اللي كان زينة رجال كاليفورنيا، هائم هو على وجهه في شوارع كايرو. ده لو اتقفش تحري دلوقتي محدش ابدا هيصدق ان ده الجراح العبقري اللي رفع العلم في بلاد الكاوبوي. فيش اي حاجة هتشفع له في اي لجنة غير صورته اللي على الفيزا كارد ده، لو ما كانت صاحبتك خدته منه يعني. الستات قوة قتل ثلاثية. حرام عليك يا حسن باشا، هو اللي بوظ فرح صافي سليم برضو كانوا الستات. بصي ادينا في اول الموضوع اهو، وبقول لك من دلوقتي من قبل ما نوصل لاي حاجه، الحكايه دي كلها هيطلع في الاخر وراها ستات. ياه قد كده موجوع من الستات. اسفه يا حسن باشا، ما كنتش اقصد. انت عارف التعصب ساعات بيخلي الواحد يفقد سيطرته على كلامه.
ستي اسفة على ايه؟ وانا يعني الوحيد اللي موجوع من الستات دي، البشرية كلها من اول ابونا ادم الله يرحمه اللي خرج من الجنة على ايدين امنا حواء، وانتهاء بالدكتور شريف راسخ اللي خرج من الاوتيل منكوش الشعر زائغ العينين مطحون العزيمة على ايدين نجمة المجتمع الاخت صافي سليم. على فكرة يا حسن باشا، حكاية ان امنا حواء هي اللي خرجت ابونا ادم من الجنة دي اكذوبة رجالي، انتوا اللي روجتوها عبر التاريخ. جرية يا استاذ، يعني التعصب ممكن يخليك تلبخي فيا بس مش في كلام ربنا يعني. استغفر الله العظيم، بالراحة عليا يا حسن باشا واسمعني. ربنا بيقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: فوسوس لهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. واخد بالك من لهما؟ ده اللي بيقول القرآن الكريم، إنما الباقي ده كله خزعبلات وأساطير إحنا مش مضطرين نصدقها. ماشي يا ستي، ربنا يزيدك من علم. ايه ده بقى الدكتور ده بيعمل ايه بقى؟ ان شاء الله يعني ايه مفيش حاجه؟ امال الدكتور اللي جوه ده بيعمل ايه؟ عادي، ده مجرد انهيار عصبي بسيط وهيروح لحاله، بس كل حاجه هتبقى تمام. انهيار عصبي بسيط جديده دي؟ يعني بيتهيالي حضرتك يعني مفيش حاجه تخالف القانون ان حد يبعت يجيب الدكتور في السويت بتاعه. اكيد لا، بس في نزلاء بيقولوا ان كان في صويت وصريخ. معلش هي جت كده، بس احنا هنراضي الكل ومش هنسيب حد زعلان. شكرا يا دكتور. تحت امر حضرتك، الف سلامه يا فندم. ايه الاخبار يا سميره؟ بركات خليك جوه مع صافي. سميره طمنيني عن صافي، ايه الاخبار؟ الدكتور اداها حقنها عشان تنام. متخيلين اكيد الموقف كان صعب عليها قد ايه. يا حرام يا حضرة الضابط، متهيألي لو كان أي حد اشتكى حضرتك يعني لو شرحت له الظروف هيتفهم. أكيد طبعًا. هي بس ما قالتلكيش إيه اللي حصل بينها وبين شريف؟ طيب أستأذن أنا. الحمد لله على سلامة المدام. الحمد لله على سلامة الأستاذة. أنا في اللوبي. سميرة، هو إيه اللي حصل بالظبط؟ ما عنديش أي فكرة، بس متهيألي اللي حصل ده شيء طبيعي جدًا للضغط اللي هي بتتعرض له من ساعة ما الفرح بدأ. لا ده مش من ساعة ما الفرح بدأ، ده من ساعة ما الجورنال بتاعك نشر امبارح. على العموم أنا ما سألتهاش وهي مش قادرة تتكلم دلوقتي، هي لما تبقى عايزة تتكلم هتقول. عندك حق، هي المهم إنها تهدى وتبقى كويسة، وبعدين كل حاجة ممكن تتصلح. بعدين اللي حصل ده عادي، ممكن يحصل بين أي اتنين زوجين، ممكن يتخانقوا ويرجعوا يتصالحوا تاني، وأنا متأكدة إن الشيف هيراجع نفسه ويرجع لها. هو أنت كلمتيه؟ لا طبعًا، الظروف ما تسمحش خالص. أكيد هنتكلم بس بعد ما النفوس تهدى. روحي دلوقتي اطمني. طب أنا إزاي هروح وأسيبكوا كده؟ بصي يا دنيا، هي صافي أنت عارفة متوترة جدا، والدكتور قال لازم يلزمها هدوء، فهي لو شافتك ممكن تتوتر أكتر، أنت عارفة يعني بتخاف على نفسها. فباي باي دلوقتي وأنا هطمنك في التليفون. بس أنت مش متخيلة هي صعبانة عليا قد إيه. أنا حتى مكسوفة أول ما اتنشر في الجورنال إمبارح، بس أنت عارفة، أنت عارفة صلاح نشره ليه؟ حبيبتي ولا يهمك الموضوع ده خالص، خلاص اللي حصل حصل. انا عاوزاكي تروحي، وانا والله اول ما تفوق انا هكلمك في التليفون. انا عايزه اطمن عليها. طب بصي انا موجوده طول الوقت، انتوا كلموني وانا في دقائق هبقى موجوده هنا. اوكي حبيبتي انا ميرسي خالص على وقفتك جنبنا، وعلى فكره اول ما صافي تصحى انا هقول لها كنت قد ايه جدعه فعلا حقيقي معانا. باي باي، ميرسي يا بيبي. باي. نام في اوضتك، انا هفضل معاها لحد ما تصحى. لا ازاي، فرضنا صحت وجات لها الحاله تاني مش هتقدر عليها لوحدك. لا ما تقلقش، هي مش هتعمل حاجه وحشه في نفسها، كانوا شويه عصبيه وخلاص راحوا. لا لا لا، انا مش هسيبكم، انا هقعد بره لحد ما تصحى واطمن عليها. محدش ضامن ايه اللي ممكن يحصل، الله يحرق اللي كان السبب. ماشي، وانا هفضل هنا جنبها اقرا لها شويه قران. احسن اقرا لها انت عشان انا مش متوضي. بقول لك ايه، مش احسن اكلم امي عشان تيجي تشوفها؟ اوعى.
مش وقته خالص. ايوه بس واجب تعرف عشان انا بتهزق في الاخر. مش وقته. احنا المهم دلوقتي نطمن على صافي. انا هبقى اعرفك تقول لها امتى. ماشي.